مرحبا فيك حوراء من جديد وبكل مشاهدينا الكرام. نستغل ما تبقى من وقت قهوة الصباح للحديث عن الحضور الإعلامي في هذه النسخة من المعرض، ومعي هنا الأستاذ محمد موسى أيضا صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. نرحب بك أستاذ محمد، ونحن اليوم نتحدث عن حراك إعلامي كبير بكل تأكيد متواجد، الحضور الإعلامي الكبير نقول، ومدى أيضا مساهمته اليوم في إبراز المشهد الثقافي وثراء. نعم، برحب بداية بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني نحن سعيدون بالتواجد في النسخة 28 من فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب. وزارة الإعلام وفرت لضيوفها من الإعلاميين من كافة الأقطار العربية المتواجدين في النسخة الحالية من المعرض، وفرت لهم كافة السبل والأمور اللوجستية لتسهيل دورهم لأداء عملهم المنوط بهم في تغطية فعاليات المعرض. يعني تم إعداد مركز صحفي او مركز اعلامي على اعلى مستوى به كافه الخدمات والامور الفنيه واللوجستيه. نلقى يعني ترحيبا كبيرا من قبل القائمين على هذا المركز بشكل خاص، ومن قبل مسؤولي وزاره الاعلام العمانيه بشكل عام. يعني الاعلامي له دور كبير جدا في نقل الصوره التي يشهدها او الصوره الحاليه في معرض مسقط الدولي للكتاب. يعني صوره مشرفه تنم عن الفكر الثقافي الذي تحياه سلطنه عمان. يعني هذا المعرض يعد منصه لخلق او جسرا للتواصل بين الشعوب والبلدان والثقافات والحضارات. يعني الثقافة بشكل عام هي أداة من أدوات الدبلوماسية الناعمة القادرة على نشر ثقافة السلام بين كافة ربوع وأقطار الوطن العربي. وهذا ما تسعى إليه سلطنة عمان من خلال تنظيم مثل هذا المعرض. نحن أكرر يعني سعادتي بالتواجد في هذا المعرض، وأكرر شكري للقائمين على وزارة الإعلام لتيسير المهمة التي نقوم بها في تغطية فعاليات هذا المعرض. أتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك إن شاء الله تعالى إقامة هكذا جميلة وممتعة هنا بسلطنة عمان. شكرا لسعادتك. شكرا. إذا كان هذا حوراء محمد حديث الأستاذ محمد موسى صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، تحدث عن الحضور الإعلامي الكبير المتواجد في هذه النسخة من معرض مسقط الدولي للكتاب في نسختها 28. وصباحكم دائما مفعم بالكتاب وبأقلام الكتاب. أعود لكم مجددا. نعم، شكرا لك زميل أيمن الفجراني الحاضر معنا.